واضح انه انت يعني بلغ بيك الغضب من البدايه، انا شايفك عايز اتكلم عايز اتكلم. شايفه انه في هذا الكلام في انتقاص طبعا وامتهان للمراه؟ طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا في البدايه والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. انا في البدايه هتكلم على تكريم ربنا للمراه قبل اي حاجه. ستنا هاجر ام سيدنا اسماعيل، ربنا كلف سيدنا ابراهيم ان يسيبها في جبل كعبه. واحنا مختلفين على كلمه المراه، بنتكلم مع بعض بقى. سابها هي وسيدنا اسماعيل في الجبل بتاع الكعبه وتركهم، وهذا كان امر مين؟ ربنا. امر ربنا. ولما جه تركهم وهي قبلت الامر وهو قبل الامر. هي اساس مكه بنتكلم يعني، هي اللي كانت على البير والقبائل جت عليها. اديني اكمل لك. ومنى ومصريه. اديني اكمل لك. اديني اكمل لك يا شيخ سامح من فضلك. قبلت وارتضت بامر الله، وده تكليف من الله مش من البشر. ورب ستنا هاجر كويس، وسعد بين الصفا والمروه. ودي احد الثوابت واصعب حاجه واشق حاجه على الرجل في العمره والحج. قامت بيها مراه الوحيدة. ومراه مصريه ومن اصعب المراحل في الحج، وكان هذا رمز من الله لتكريمها بصفتها ام وبصفتها مراه وبصفتها مصريه. احنا صحيح. نفتخر ان ستنا صح. ده جزء صح. التكليف ده جه من الله صح. لهذه السيده ما قالكش خليه جنبها. طيب ما انا عندي كمان القانونيين بعتينا اهو بعض مستشار بيقول ان قانون منع الزوج لزوجته من السفر انتهى منذ سنوات. طب اتفضل. تاني حاجة لما يكون في اسباب يعني انه عايز اسماء بنت ابي بكر لما كانت بتودي الاكل للرسول والوالدها، ده كان تكليف كلفت بيه هي، ما كلفش بيه راجل. بس مش حكم بعد اذنك. انا مش انا مش بتكلم على ان انت النهارده كلفت زيها زي الراجل. انا ما بقولش حكم. انا بقول تم تكليف. ليه من وليه, وليه مش حكم ليه او مش حكم طب ما خدش ليه راجل هو خد وهي سيده؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم انكر الكلام ده؟ ما انكرش بقى حضرتك. حكمت على حكم السيده اللي مسكت محافظ انه شق ازاي؟ حطيت عليه مبادئ ان ده شق ومتعب ومش صح ازاي؟ انه جسمانيا وبدنيا لا تستطيع المرأة ان تواجه. ازاي مين يحدد؟ انا هل هذه المحافظ السابق قبل كده في مكتبه في شكاوى ووجدته مشاكل النور والميه والصرف والغاز ومشاكل الناس واللي داخلين واللي طالعين لا يكاد. لا يا شيخ سامح، مشاكل اسكندريه فيها ملايين. انا كنت ست رئيسة مجلس محلي وكنت معايا 24 راجل، انا نجحت بيهم، بس نجحت بنفسي في حكمتي في ادارتي في جلساتي في تعاملي مع جهاز تنفيذي. هل كان البعض بيتعامل معاكي بالمفاهيم دي انه ايه ستة هتحكمنا اطلاقا؟ انا بختلف مع الشيخ سامح ليه؟ ما هو انا يا اما مقتنع بالمراه ودخلتها معايا الانتخاب حط عليها ورده رغم انها في النهايه هتمثل. لا ما تتكلميش على اصلا ما عنديش دعوه بال. لا انا بكلمك على حزب النور على على المبدا يعني انا بتكلم على المبدا. يا اما انا مقتنع بادائها وبدورها طالما انا قبلت هذا، يا اما انا مش مقتنع بلغيها. لكن انا عايزه اقول لك او اكد لحضرتك ان المقياس هنا بكفاءتها. انا ليه ما اديش فرصه واتفرج وابص على الكفاءه دي؟ ليه؟ يعني انا النهارده عندي في الشرطه نزلت سيدات في مشكله التحرش قدرت تتعامل جيدا في الميادين. كان بينزل معاها جنود عشان تحميها. هي حمت نفسها كان بينزل. وكان في حده لهذا الموقف، كان في حده، وكان الموضوع ده جيد في بعض الحدائق، وكان الموضوع ده جيد في الميادين، وتم بشكل محترم من احد الضباطات والناس اللي نزلت في اماكن. شفت حضرتك حواليها امناء الشرطه والرقباء بيحموها باذن حضرتك؟ لا هي زي طب ما الضابط وراها برضو امناء شرطه. هو الضابط ما بينزلش معاهم امناء شرطه. وتجربه العمده كمان يا استاذ الضابط. تجربه العمده والمأذون. الناس ما قبلتش تجربه العمده. الناس لم تقبلها. ما فيش حد يقول الناس. انا ما احكمش بان الناس قبلت او ما قبلتش الا دي استمرت ولا ما استمرتش. اذا استمرت يبقى في نجاح. لم تستمر وتمسك عليها غلطه يبقى ده فشل. وبعدين حضرتك التقييم امتى؟ تعالى هات لي كام واحده ست في جهازها الوظيفي اتقبض عليها برشوه.
وعد جنبها كم مسؤول ذكر لقلتهم. تم. لا لقلتهم. مش لقلتهم، لا بالعكس، نسبة المرأة في المناصب العليا في هذه المواقع معروف. وبعدين انت سيادتك بتتكلم، انت عندك الامارات فيها 8 وزيرات ورئيسة مجلس النواب سيدة. دولة صديقة وزيرة ودولة. السعادة. وزيرة السعادة يعني في 8 وزيرات. السعادة لما جبت لها سيدة. يعني لا في 8 في